أخيراً رجعوا عصافير الحب على البيت؟ جوليدا؟ كيف عم تتفتلي بالبيت هيك؟ نزلت اشرب مي وقلت انه الكل بيكونوا نايمين هلا. حقك علي خالتي، لا تواخذيني، ما كنت بقصد. تصبحوا على خير. اذا مرتك اسمها ألبينا فلي قتلا نابق. انت ما رح تنام تحت اليوم؟ بس انا رح اتطلق. اتصلي بالمحامي بكره. ما في داعي. وهاد رأيي كمان. اصحك تلمس المخدة اللي بالنص. انتي اوعك تلمسيني. ما رح المسك. وانا ما رح المسك. منيح. ايه منيح. يا لونا، كنت عم تقول ورجيني حالك، وأنا عم أقول من شان ما يصيبك الفضول أكتر من هيك. السيارة على الباب، تعال نفطر هلأ مع بعضنا. يلا. أنا عرفت أنه عليك ديون كتير كبيرة، يمكن أنا قادر حللك مشكلتك. يلا أنا عم استناك. Mm-hmm.
شو عم بيصير؟ انت ليش شلت المخدة؟ عم بسألك شو عم بيصير؟ ليش شلت المخدة؟ اي مخدة؟ عن شو عم تحكي؟ ليك جنبك، مو انت اللي شايله؟ انا ما شلت ولا شيء. حلو والله، ليش لشيل المخدة؟ خدي. أنا متأكدة إنه أنت اللي شايلها. فرهاد. ماشي، إيه بعرف بعرف، رح نتطلق. لا ما عم بحكي مشان هيك. شو بدك؟ طول بالك، أنا رح زلك وبس، إذا قدرت أعمل هيك طبعا. كنت بدي أسألك عن الشامبو، ما كنت ملاقيته، بعدين شفته هون. بدنا نروح نفطر عند ياكيتو سونا، رح اخذ المخدة بحضني كأنه ما رح نعاني قبلنا كمان. صباح الخير سيد نامي.